السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام في هذا الفيديو إن شاء الله غادي على التصحيح ديال الديداكتيك والمستجدات إذا تابعونا وبالتوفيق إن شاء الله للجميع على بركة الله إذا بالنسبة للسؤال الأول السؤال يقول يقصد بالميثاق الوارد في النص الميثاق يعني واش هو وثيقة دستورية ولتوجهات عامة مخطط مرحلي استراتيجية تدبيرية هو وتوجهات عامة اللي النظام التربوي المغربي بالنسبة للشراكة الشراكة واش هي تدبير التعلمات بطبيعة الحال لا تدبير جماعي نعم تدبير جماعي تدبير الشراكة تدبير توقعي الشراكة هي تدبير جماعي يكون يا إما مع المؤسسة ومع شريك آخر ولا ولا مؤسسه ومؤسسه اخرى ولا تعاونيه ولا جمعيه أه تستهدف التربيه غير النظاميه الفئات المنقطعه عن الدراسه التربيه غير النظاميه كيستافدو منها الاشخاص اللي منقطعين عن الدراسه يعني الاشخاص اللي انقطعوا الدراسة سواء خرج من المستوى السادس ولا الخامس ولا المرجع للدراسه النظريه التي تمت بنمو الطفل النظريه اللي اهتمت اه بالنمو اه ديال الطفل هي التحليل النفسي التحليل النفسي الجشتالتيه عارفينها السلوكيه عارفينها ولكن التحليل النفسي اللي اهتمت بنمو الطفل احد هؤلاء اه اساسا للنظريه الحريه في التربيه وهو روسو كنعرفو سكينر ابن خالدون عرفناه واتسون آه، التجربه ديالته عرفناها آه، وروسو هو اللي استسهد النظريه بالنسبه للمدرسه الجماعاتيه هي مؤسسه تعليميه مندمجه مؤسسه تعليميه مندمجه بالنسبه للسؤال السابع مكونات امتحان شهادة الدروس الابتدائية هي الامتحان الموحد الاقليمي يكون على صعيد الاقليم زائد المراقبة المستمرة زائد الامتحان الموحد المحلي يعني يكون على صعيد المؤسسة تنظم التعلمات بالتعليم الابتدائي في مجالات هي مجالات اللغة ومجالات التربية على السلوك المدني ومجالات العلوم والرياضيات اللغات فرنسيه عربيه امازيغيه التربيه للسلوك المدني نقدر ندخل فيها الاجتماعيات والمجال الثالث هو العلوم والرياضيات تاسعا يقوم اصلاح النظام التربوي في الكتاب الابيض على اربعة اختيارات القيام الكفايات المضانين المضامين وتنظيم الدراسة تنظيم الدراسة بالنسبة للسؤال عشرة تحدد اختيارات النظام التربوي الأساسية في مجال القيم في قيم الشريعة الإسلامية القيم الحضارية ومبادئها الأخلاقية والثقافية قيم المواطنة وقيم حقوق الإنسان ومبادئها الكونية القيم المواطنة هو الجواب الصحيح بالنسبة أه 11 يستهدف المنهج الدراسي المغربي الكفايات الآتية الكفاية الثقافية الكفاية المنهجية التواصلية التكنولوجية والكفاية آه الاتيه هي الكفايه الاستراتيجيه الكفايه الاستراتيجيه بالنسبه للتنميه رقم 3 اجيب بصحيح او خطا عندنا السؤال الاول إيه؟ يهم الكتاب الابيض مجال البرامج والمناهج صحيح الكتاب الابيض كتاب البرامج والمناهج يعتبر مشروع المؤسسه قانونا داخليا لتدبير المؤسسه لا خطا لان مشروع المؤسسه هو هذا المشروع الهدف منه هو التعرف على نقاط الضعف في المؤسسة ومحاولة تجاوزها والتعرف على نقاط القوة وتقويتها يعني سواء في الدعم للتلاميذ ولا يعني الانشطه اللي خاصه للمدرسه ولا المرافق اللي خاصه للمدرسه ولا غير ذلك الكتاب المدرسي هو المقرر الدراسي الكتاب المدرسي هو المقرر الدراسي خطا تنحصر وظيفة التقويم الإجمالي في رأس التعثرات المتعلمين لا ماشي غير رأس التعثرات حتى تحديد خطة الدعم لهذه التعثرات بزاف ديال الأهداف من عند التقويم عنده مجموعة من ديال الأهداف إذا الجواب حتى هو خطأ إذا بالنسبة للسؤال سلبي خط ستة عشر الدعم الاجتماعي الدعم الاجتماعي هو آلية لدعم التلاميذ ومساعدتهم على مواصلة دراستهم الدعم النفسي الدعم النفسي هو آلية لدعم التلاميذ, التلاميذ والتلميذات ومساعدتهم على تجاوز تعثراتهم ثمانية عشر منظومة مسار تطبيق معلوماتي لتدبير المسار الدراسي للتلاميذ يعني هولي كندخلو فيه النقاط تاع المتعلمين إلى غير ذلك كنسحبو النتائج المعلومات تاع المتعلمين الشواهد المدرسية 19 منظومة مسير بالنسبة للمسير هو تطبيق معلوماتي لتدبير الموارد البشرية لقطاع التربية والتكوين هو اللي فيه المعلومات على المعلمين والاساتذة والوضعيات ديالهم الادارية عشرون الدعم المندمج الدعم المندمج هو آلية لدعم التلاميذ ما تحسين تعلماتهم الدعم المندمج هو آلية لدعم التلاميذ ومساعدتهم على تحسين تعلماتهم بالنسبه للوضعيه الاختياريه الثانيه اولا بين من خلال بين من خلال النص اهداف مراجعه المنهج الدراسي للتعليم الابتدائي والنتائج المترتبه عنها يعني اهداف مراجعه المنهج الدراسي للتعليم الابتدائي كنلقاوها في الديال البيداغوجي اولا ملائمه المنهج متطلبات اعداد المتعلمين للانخراط في مجتمع المعرفه والتواصل تعزيز تفاعلهم مع القيم والمعارف وتمثلهم للقيم التي يقتضيها التعليم العصري والجيد تنمية قدراتهم وكفايتهم الذاتية وصقل مهاراتهم أيضا تفعيل الذكاء والحس النقدي وتفتح ملكة الإبداع والابتكار لديهم أيضا تشجيعهم على التشبع بقواعد العيش المشترك والالتزام بقيم الحرية والمساواة واحترام التنوع والاختلاف ثانيا اذكر منطلقات مراجعه البرامج والمناهج او قبل ذلك النتائج بالنسبه للنتائج المراجعه هو توفير الادوات الكافيه بتوجيه الممارسه التربويه ايضا ضمان الانسجام والتفاعل بين مكونات المنهاج تيسير الاداء المهني لمختلف الفاعلين تحيي مختلف مكونات المنهاج الدراسي السؤال الثاني اذكر منطلقات مراجعه البرامج والمناهج وبين أهمية استحضار نتائج التقويمات الوطنية والدولية في عملية المراجعة بالنسبة لهذا السؤال هذا المترشح كيرتكز على منطلقات المنهاج كما وردت في النص يعني حصيلة التجديدات التربوية التي شهدتها منظومة التربية والتكوين ببلادنا نتائج الأبحاث والدراسات العلمية والتربوية التقويمات الوطنية والدولية الأسس الثقافية والاجتماعية للمجتمع المغربي أه السلم القيام بالتعليم التعليم الابتدائي وتيرة النمو الجسدي للمتعلم ونجم شخصيته في أبعادها العقلية والمهارية والوجدانية أيضا اعتماد مختلف المعارف وأساليب التعبير اللغوي والجسدي لديه بالنسبة لاستحضار نتائج التقويمات الدولية والوطنية فهناك مجموعة من التقويمات يشير المترشح الى استثمار نتائج تقويم التحصيل الدراسي في اللغه والرياضيات والعلوم التي انجزت في اطار برامج دوليه بيرلز وتيمز او في اطار البرنامج الوطني لتقويم التعلمات بينيا التي ابانت جميعها على ضعف تحصيل التلاميذ مما اقتضى تجديد طرائق تدريس المواد المدرسه وخاصه المواد الاساسيه اللغه العربيه باعتماد منهجيه القراءه المبكره واللغه الفرنسيه باعتماد المقاربة التي تنطلق من اعتبار المتعلم فاعلا اجتماعيا المقاربة العملياتية والرياضيات تجديد منهج منهجية التدريس بالنسبة للسؤال الثالث وضح وظيفة المنهاج بالنسبة هنا كنحددو وظيفة المنهاج في توجيه عمل المدرس يعني توجيه العمل المدرس المدرس يستند في العمل ديالو سواء في التخطيط او في التنفيذ او في التقويم او الى الى المنهاج باعتباره الاطار الذي تنتظم فيه مختلف مكونات العمليه التعليميه التعلميه يعني الاستاذ كيعتمد على المنهاج كاطار العمل ديالو تطوير كفايته يبين المترشح هنا ان العوده المستمره الى المنهاج في انجاز مختلف العمليات التي تترجم تترجم وظيفه المدرس تحديد الاهداف وتدقيقها الاهداف العامه تحديد المضامين وطرائق تدبير التعلمات وانتقاء تقنيات التنشيط الملائمه والوسائل الناجحه في استحضار لحاجات المتعلمين وللفوارق الموجوده بينهم واختيار ادوات تقويم وصيغ الدعم كل ذلك يساعد المدرس على امتلاك حس نقدي وموقف تبصري ويمده باليات التطوير المستمر لكفاياته المهنيه بالنسبه للسؤال الرابع يبين دور طرائق التنشيط في تعزيز تفاعل التلاميذ مع المعارف من جهه وتمثلاتهم للقيام من جهه اخرى معززا جوابك بمثالين توضيحيين بالنسبة لطريقة التنشيط وتعزيز تفاعل التلاميذ مع المعارف, مع المعارف. عندها واحد الأهمية في التوظيف ديالها في توظيف ديال الطرائق المتنوعة من أجل تحفيز المتعلمين والمتعلمات وجعلهم يدركون وظيفة المعارف ومعناها في سياقات مختلفة مما يعزز انخراطهم على نحو فعال في سيرة بناء تعلماتهم بالنسبة لطرائق التنشيط وتمثل القيم هنا كيتم اعتماد تقنية تنشيط تجعل المتعلم والمتعلمات والمتعلمات يتمثلون القيم العملية للقيم كما يجعلهم يدركون معنى القيم ودلالاتها من خلال التعلم على سبيل المثال العمل الجماعي داخل المجموعات التعاون تقدير المسؤولية والقدرة على تحملها الحق في الاختلاف احترام الآخر مجموعة الأنشطة هذه كتخلي المتعلم يكتسب واحد القيم تخليه عضو ونموذج ايجابي داخل المجتمع يندمج بشكل ايجابي داخل المجتمع بالنسبه للسؤال خمسة لتدبير التعلمات في الاقسام المتعدده المستويات المشتركه مقتضيات بيداغوجيه يلزم على المدرس التقيد بها وضح ذلك بالنسبه للسؤال خمسة هنا من المنتظر المترشح يقوم يقدم التعريف الاقسام المشتركه يقول بان هي اقسام تجمع مستويين مختلفين وقد تضم اكثر المستويين في حجره واحده تحت مسؤوليه استاذ واحد يشتغل على برنامج برنامجين دراسيين يعني مثلا كتقري الثالث والرابع يعني خدام على المستوى الثالث والبرنامج تاع الرابع الإشارة إلى حجم هذه الظاهرة بالمدرسة المغربية وخاصة بالعالم القروي من مقتضى التفكير في سيل في سبل جديدة تستهدف لارتقاء بأداء المدرس وتحسين جودة التعلمات بالنسبة للمقتضيات البيداغوجية المترشح يشير هنا إلى بعض هذه المقتضيات الإلمام بالبرامج الدراسية المختلفة ومضامينها وتحديد المفصولات الموجودة بينها يعني يكون قاري مثلا عندي الثالث والرابع يكون قاري ديال الثالث والرابع يكون عنده واحد الالمام البرنامجين ديال المستويين إعادة تنظيم الموارد على النحو الذي يضمن, يضمن النجاعة لعمل التدريس يعني مثلا نحاول ندير لهم مثلا درس واحد مثلا يعني ماشي هادو درس بعيد ودرس هذا مثلا عندهم الجملة الفعلية والجملة الإسمية لا هادو مثلا ندير لهم التعرف على الفاعل والمستوى الآخر مثلا ندير لهم التعرف على المفعول به يعني آه قلنا بالنسبة للمقتضيات آه البيداغوجية التمييز بين التعلمات المتجانسة والتعلمات المتباينه اعتماد مبدا المراوحه بين العمل الموجه حيث ينجز الاستاذ انشطه تعليميه تعلميه والعمل المستقل حيث يكلف التلاميذ بالاشتغال في استقلال وفي تعليمات محدده مراعاه الفروق الفرديه في ابعادها الجسميه والعقليه والاجتماعيه والوجدانيه تنظيم فضاء الفصل تنظيما وظيفيا تنويع طرائق التدريس وانتقاء تقنيات تنشيط الملائمة إذا نتمنى للجميع إن شاء الله التوفيق ديالهم في الامتحان إن شاء الله وأي سؤال ولا أي استفسار مرحبا بالأسئلة ديالتكم ونتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا